أسعد الله، أسعد الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزق الله تعالى لا 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 تعد ولا تحصى من تلميحات الطب الحاك وباثي الزوج كل ما يندرج تحت الخلق يتكون من الزوج. إذا تأثر أحدهما يتأثر الآخر، كلاهما مرتبطان ببعضهما البعض بشكل لا رجع فيه. ما يلي الخواص السبعة لقوانين المنظومة الكونية الشاملة للطبيعة. واحد، كل شيء في الكون مكون من مادة. كوكبنا الأرض بما في ذلك جميع الكواكب وجميع الكائنات الحية والكائنات الغير حية، كل مادة تتكون من ذرات. يوجد داخل ذرة عدد زوجي من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. اثنان، كوكبنا الأرض مقسم إلى عدد زوجي بين الليل والنهار. عندما يواجه نصف الأرض الشمس أثناء النهار، يواجه الجانب الآخر الجانب المظلم من الفضاء الفارغ. ثلاثة، كل كائن حي يتنفس ويتكاثر ويحافظ على الحياة. كل منه يمثل نظاما. لا يمكن يحافظ أي كائن حي على الحياة بدون الوقود الطبيعية الأساسية والمعروفة باسم الكائنات غير الحية. كل نظام خلق بأن يحافظ على الحياة بأقصى أداء له بقدر ما يتم توفير الوقود الطبيعية لتلك النظام. أربعة، يتكون الإنسان من عدد زوجي كل منهما مترابط بالدقة، الجسد والروح. إذا تأثر أحدهما تأثر الآخر تبعا. خمسة، ينقسم كل كائن حي إلى عدد زوجي يتكون من ذكر وأنثى. ما لم يصادف الذكر الأنثى عن طريق الإخصاب فإن عملية التكاثر لا يمكن أن تحدث على الإطلاق، سواء كان بشرا أو حيوانا أو طائرا أو حشرة أو نبات. ستة، تعتمد جميع الكواكب على قوانين قوتين متقابلتين، وهذه قوانين الكونية في خلق الكون، حيث تجتذب قوة واحدة وتتنافر الأخرى. تجذب الشمس التي تقع في مركز نظامنا الشمسي الكواكب بقوتها المغناطيسية الهائلة. على الجانب الآخر، الفضاء الفارغ يصد الكواكب، تحافظ كل من الشمس والفضاء الفارغ الخارجي على التوازن في قوى الجذب والطارد. سبعة، تمر حياة كل إنسان بالصف النظر عن مصدره أو انتمائه أو عرقه أو لونه أو قدراته المادية أو البدنية أو
قدراته التعليمية أو انتمائه الديني أو العقيدة أو التقاليد أو جنسه وما إلى ذلك بسلسلة من التقلبات في حياته بين المآسي والتحديات وبين الانسجام والنجاح. عندما يحدث الأول يجب أن يعامل مثل اللعبة هوايتك المفضلة والقول مرارا وتكرارا. أنا أمارس هوايتي المفضلة، دعوني أمارس هوايتي. وفي الوقت نفسه عندما يحدث الآخر يجب أن ينظر إليه على أنها رحلة حياتية تقودك في مواصلة تسلق جبال الحياة التي لا نهاية لها، وتمثل كل قمة جبل نجاحا أو تناغما. نصيحتي الأخيرة في التعامل مع المآسي والتحديات، يجب اعتبار القاعدة الذهبية الأولى من قوانين المنظومة الكونية الشاملة للطبيعة، وأنها مجرد أحداث مؤقتة تحدث وستمر بسهولة وتصبح عرفا من الأمس، بشرط في وقت حدوث هذه الأحداث عليك فهم السيادات السبعة لقوانين المنظومة الكونية الشاملة للطبيعة المذكورة سلفا، وهي الممارسة الأكثر فعالية التي من شأنها أن تحافظ على أي مآسي أو تحديات بإيجابية وبفعالية. قد ينظر إلى الدماغ البشري على أنه أفضل وسيلة للتعامل مع مثل هذه الأحداث، سواء كانت مآسي وتحديات أو انسجام ونجاح. هذه الحقيقة تتخذ الآن وجهة نظر معاكسة. بدلا من ذلك، فمخ الإنسان هو أكثر أعضاء الجسم البشرية الذي يؤدي إلى سوء تحليل الحوادث في أغلب الأوقات، وحتى تستطيع صرف النظر عن اعتماد على مخك كوسيلة لتحليل الأحداث واتخاذ القرارات وتعامل مع الحياة بجميع الأحداث، والاعتماد كليا على روحك، وبذلك تغير دور الدماغ من دور سلطوي إلى أغراض استشارية فقط، على عكس أسلوب حياة الإنسان المعمول به عامة، حيث يتولى الدماغ القيادة في جميع الأحداث من خلال تطبيق تجربته العودة إلى الماضي والنظر باليوم مستقبل أمس، بينما آنذاك كنت تنظر إلى المستقبل وهو اليوم بالكثير من الأوهام والشكوك والمخاوف، بينما في الحقيقة هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها، ولكن ربما نسيت كل ذلك وأصبحت فقط تركز على الأحلام والطموحات المستقبلية التي لم تحققها بعد أو لم يحين وقت تحقيقها. وأثناء ذلك تحدث مع روحك باستمرار بصفتك صاحب جسدك وروحك معا، وقم بإصدار أوامرك لروحك بأن يتولى قيادة الأحداث واتخاذ كل القرارات اللازمة في التعامل
مع الآخرين وجميع الأحداث. وكرر مرة أخرى بإصدار أوامرك، ولكن هذه المرة لمخيك، بتغيير مهامه من المخطط والمدبر إلى دور استشارية كمستشار رسمية لروحك، وبذلك لينتقل مخك إلى مؤخر الأحداث. وأسعى لتدريب مخك ودرب نفسك مرارا ومرارا على أن يظل روحك هو الذي يتعامل مع الآخرين ويخاطب أرواحهم، والانسجام معهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة. ركز جيدا، بل واصل تدريب نفسك في التعامل مع كل تحديات الحياة مهما كانت مصادرها وأسبابها، على أنها فرصة العمر. ابدأ بالنظر على نفسك أنك تلميذ الحياة، مهما حققت من الإنجازات وفي أي مجالات حياتية ولو كانت على أعلى مراتبها القيادية، في أي مجال تنتمي إليه، سواء كان في المجال العلمية أو العلوم أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية إلى آخرها، فالأحلام والطموحات البشرية لا تنتهي ولا تتوقف طالما أنك على قيد الحياة. كلما واجهتك المآسي والتحديات، قم بمعاملة نفسك على النحو الخيارين التاليين: أولا، أما أنك تلميذ الحياة مما يلزم لك بمراجعة دروسك وأعمالك، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى تعدية الامتحان وإن كانت تتكرر وتكررت مرارا إلى حين تحقق النجاح، أو أن الطريق الذي تحاول تسلكه ليس من صالحك ولن يؤدي إلى النتائج المرجوة للأهداف التي تنوي تحقيقها، فهناك طريق آخر وأفضل لك، فما عليك إلا تسلكه حتى تكتشف أنه كان مفتاح السرية في تحقيق أهدافك وطموحاتك، بينما في الحقيقة تكتشف أنه كان يحمل العديد من المفاجآت لك. وعن ذاك لك تكن تتوقعها ولم تكن تتوقعها ولم تكن تعلم عن علم الغيبة. بذلك كلما تواصل لتطبيق تجربة العودة إلى الماضي، كلما تكتشف المزيد عما تحملها الحياة من الأسرار الغامضة والمفاجآت، وجميعها تمثل جزءا لا يتجزأ من الإنجازات التي تتحقق بشكل يومي وتجعل حياتك وحياتك في العالم تزدهر نحو المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، فكن من يساهم فيها حتى يذكرك التاريخ ويسجل اسمك محفورا في حجر التاريخ العملاق عما أنجزت. حقا الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فكل يوم هناك علم جديد نتعلم ونتعلم ونتعلم. المتحدث أخوكم ومحبكم في الله دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، من مقر حكوى والنس،
ولاية فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية.